أكيد. هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا القانونية اللي بنحاول كل فترة نضوي على كتير من الأمور وتصير هي الثقافة القانونية موجودة عند كتير من الأشخاص. اليوم تحديدا رح نحكي عن حصر الإرث، هذا الموضوع اللي يمكن شوي في كتير إشارات استفهام حولين هذا الموضوع. شو هي الإجراءات التي يجب أن يتخذها الأشخاص عندما يسعون لحصر الإرث؟ وأكيد شو هي بعض الأفكار الخاطئة اللي ممكن الشخص أو الأفكار العامة الموجودة الخاطئة؟ كل هي الأسئلة رح تجاوبنا عن الأستاذة رنا ديب. يسعد صباحك، أهلا صباح وسهلا الخير. فيك أستاذة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباح الخير سلام. يعني بالبداية للأسف هي إجراءات لازم تتم، ولا مع أنه بالشكل العام في كتير ناس بيصير في عندها لغط بهذا الموضوع، ما بتعرف شو يعني حصر الإرث، شو المقصود فيه، وكتير بنسمع عن مشاكل بتصير لما بتبلش بعض العائلات بخليني أقول حسابات الميراث مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي قانونيا شو المعنى المقصود بحصر الإرث. تمام. هلا قبل ما احكي عن حصر الإرث بمعنى القانون، الميراث شو هو الميراث؟ هو كل ما يتركه الشخص المتوفى من منقول، من عقارات. العقار معروف يعني بيوت واراضي وما الى ومحلات، اما المنقول فمثلا سياره، اموال نقديه، كل ما يتركه الشخص المتوفى هو ميراث، هذا هو الميراث. حصر الإرث هو عباره عن ورقه، هو عباره عن وثيقه، خليني اقول وثيقه قانونيه. بمحتوى هذه الوثيقة بتحدد الأشخاص اللي هن وارثي لهذا الشخص. يعني تصدر هذه الوثيقة إذا كان حصر إرث قانوني عن محكمة الصلح وعن القاضي الشرعي في حال كان حصر الإرث شرعي. هلأ طبعاً نحكي شو الفرق بين حصر الإرث الشرعي وحصر الإرث القانوني، بس هي عبارة عن وثيقة، ورقة مكتوب فيها الأشخاص اللي بيحق لهم يكونوا ورثة لهذا الشخص المتوفى، وكل شخص قديش نصيبه من هذا الميراث. عادة نحن منقول بسوريا إنه الحصص الإرثية جميعها هي 2400 سهم. مثلاً إذا عنا بيت ترك هذا الشخص المتوفى وراء بيت، فهذا البيت 2400 سهم، بتتقسم ال 2400 سهم على كل شخص من الورثة كلهم بحسب نصيبه الشرعي. وبالنصيب الشرعي مستند طبعا تقدير النصيب الشرعي إلى أحكام الشريعة الإسلامية كما وردت في أحكام شريعتنا الإسلامية. طبعا الطوائف الأخرى بتحكمها المحاكم الروحية المسؤولة عن هذا الموضوع. تمام. في حال وجود يمكن وصية مثل ما بنسمع بتم التقيد فيها بشكل حرفي، أو بنرجع نحن دائما للشرع وللقانون لتقسيم الميراث إن كان بين الأبناء أو الأشخاص اللي بيحق لهم؟ هلأ الوصية في القانون السوري إلى أحكامها بما يتعلق بحصر الإرث والوصية، الربط بيناتهم أنه الشخص المتوفى بحق له يوصي بجزء من أمواله ممكن. وهو على قيد الحياة طبعا، ولكن لا يحق له أن يرث أن يوصي بكامل الأموال. هلأ في حال هو وصى لشخص خارج الورثة، شخص غير وارث، فبحق له بحدود ثلث أمواله. أما إذا كان وارث فهو الوصية يعني مشروطة بإجازة بقية الورثة. يعني أنت شخص وارث من فلان، هذا الفلان بحق له يعطيك أو يوصي على حياة عينه مثل ما منقول بجزء من التركة، ولكن بعد الوفاة يجب على الورثة أن يجيزوا هاي الوصية لحتى هو يقدر يستفيد من هذا المال اللي وصل ومتوفى له. طيب خلينا نحكي عن الفرق اللي قلتي فيه ببداية حديثك بين حصر الإرث الشرعي وحصر الإرث القانوني، شو الفرق بيناتهم؟ حصر الإرث الشرعي، هلأ نحن في عنا بسوريا شيء اسمه العقارات بالذات، يعني خليني أحكي عن العقارات لأنه هي اللي بصير في عنا الفرق بين حصر الإرث الشرعي وحصر الإرث القانوني. في نوع من العقارات اسمه العقارات الأميرية، يمكن الناس كلها بتعرف شو هي العقارات، يعني سمعاني هذا المصطلح بس بتعرف شو هي العقارات الأميرية. وفي نحن المصطلح الثاني اللي بيقابلها هو عقارات الملك. عقارات الملك اللي بنعرفها أنه شخص عنده بيت بيروح على الطابو، يعني بيطلع ورقة طابو فبتجي باسم هذا الشخص، فهذا عقار طابو، عقار ملك. هذا العقار بيطبق عليه حصر الإرث الشرعي، يعني بروح أنا على محكمة الشرعية، فنحن بنعرف الأنصبة مثلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فبيتقسم على هذا الأساس. العقارات الأميرية هي عقارات قديمة بسوريا، هاي العقارات خارج تنظيم المدن، على الأغلب بتكون أراضي كمان. لما بيكون العقار، لما بتستخرجي له ورقة للعقار فبيطلع هو عقار أميري، بيكون مكتوب هذا الشيء. وقت بيكون عقار أميري هون نحن منطبق حصر الإرث
الشرعي، حصر عفوا القانوني، حصر الإرث القانوني اللي بيصدر عن محكمة الصلح اللي هو فيه الأنصبة بتتقسم إنه للذكر مثل الأنثى تماما، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لما شخص بيكون عنده عقار أميري ملكيته بالأساس مو للشخص، يعني مثل ما أنها هي عقارات قديمة تعود إلى عهد سلطان معين أو شيء معين خارج الحدود التنظيمية للمدن، وطلع بالورقة بدون ما يفوت المواطن بأي هالإشكاليات كلها، طلع إنه هذا العقار أميري. فمجرد ما كان العقار أميري بيكون حصر الإرث قانوني وبيكون للذكر نفس نصيب الأنثى بهذا التقسيم. تمام. إذا بدنا نحكي عن الخلافات اللي ممكن تصير بين الورثة، والكثير نحن بنسمع عنه إنه صار خلاف معين، كيف بيتم حل هي الخلاف؟ وفي أفكار إنه نحن إذا لجأنا للقضاء رح نروح بسنوات كثير طويلة من المحاكمات ومن الدعاوي، قد هذا الشيء صح؟ هلا الحقيقة كتير شفنا حالات انه بتظهر هاي الخلافات لما بيكون في عنا لنفترض بيت، هذا البيت فيه له كذا وريث. هلا طبعا قانونا وشرعا الحصص مقسمه بشكل دقيق، هون ما في اي لبس، يعني وثيقه حصر الارث لما بتطلع بتقول لفلان ربع، لفلان نص، لفلان ثلث، حسب درجه قرابته مع الشخص المتوفى. هون ما في عنا مشاكل، المشكله بتصير انه انا بدي بيع حصتي وانا ما بدي بيع حصتي، وانا مثلا بدي ضل واحد قاعد بالبيت والثاني، والبيت لما توفى مثلا نفترض الشخص في اشخاص ساكنين في هذا البيت واشخاص ما هم ساكنين، وبالنتيجه هن كلهم بنسميهم نحن بيملكوا على الشيوع، يعني هن شركاء على الشيوع. هون تظهر عنا الاشكاليات. هلا هو يفضل دائما حل المشاكل بالتراضي، يعني انه اللي له حصه حتى لو كان شخص هو قاعد بالبيت ما بحق له بعد ما توفى المورث انه يستحل البيت وما يعطي بقيه الورثه حصصهم الشرعيه، ولكن هي بتصير الافضل انه الحل بالتراضي. في حال ما صار في حل بالتراضي بنروح نحن لشيء اسمه القسمه القضائيه، يعني بيروحوا على المحكمه بينعرض النزاع وبتنحل. هون ما عدنا نحن امام يعني قصص شرعيه، صرنا هلا هون نحن نزاع مدني على حصص، يعني بنسميها إزالة شيوع. بنكون أمام إزالة شيوع، إزالة الشيوع يعني بيع بالمزاد العلني لهذا العقار وكل واحد بياخذ حصته. بس أنا ليش عم أقول هيك؟ لأنه نحن مثل ما كل الناس بتعرف إنه وقت بينعرض أي عقار أو أي ملك شيء معين لا بيع على الشيوع ما حياخذ نفس القيمة المتمنة لو كان في تراضي وتقدر هذا العقار بقيمته اللي فعليا هي حقيقية. فأنا ما بنصح بهذا الشيء، يعني بالنتيجة هون في جانب شرعي كمان في حلال وحرام، انه انت لما طلع بوثيقة حصر الارث انه فلان له لنفترض ربع هذا العقار، ربع هي السيارة اللي هو، فهذا حقه قانونا وحقه شرعا، هو بده ياخده. لا حتى يكون كمان في نقطة تانية، انه الشخص حتى لو كان مالك على الشيوع وحتى لو كان الطرف الثاني او الوريث الثاني ما بده يبيع حصته، هو بحق له للشخص صاحب الحصه الارثيه انه يبيع حصته الارثيه فقط بدون لجوء للمحكمه. انا لنفترض طلع لي من هذا العقار مثلا من اصل 2400 سهم 1200 سهم مثلا، فانا بحق لي لاقي حدا مشتري يشتري ال 1200 سهم تبعاتي بس، يعني ما لي علاقه بالورث الثاني. بس كمان لنكون منطقيين، لما انت بتيجي بتعرضي بيتك او سيارتك او اي شيء بتملكيه للبيع بهي الطريقه، نفسيا المشتري بيقول لك انه في شركاء معي، فانا بدي فوت بقصه انه بدي امتلك جزء وما بدي امتلك جزء، لا قادر يعطي ولا قادر يتصرف، يعني بده يفوت هو بالصراع بقى قدام المحكمه. نزاع المحكمه بده ينتقل للمشتري، فهو اللي صار مالك فبده ينتقل، بده يقول لك بدي ارجع انا فوت على ملكيه شيوع. عادة يا ما بيشتروه يا بيشتروه بثمن أقل من الثمن الحقيقي لهذا الشيء المبيع. فهون أنا لهيك بقول إنه دائما هو الحل السلمي أفضل الحلول، ما في حل سلمي، يا بيبيع حصته هو بقرر يا بيروح على المحكمة وبيكون أمام دعوى إزالة شيوع. أكيد. طيب كمان خلينا نحكي عن جملة بنسمعها عند الناس شائعة، على وصية لوارث شو تعني، وأيضا الهبة، لأنه كمان الهبة بتدخل، يعني بيقول لك هو تارك هذا الشيء هبة، فشو يعني؟ بتفرق هون الوصية عن الهبة. الهبة أنت بحق لك على وأثناء حياة الشخص، أي شخص بحق له يوهب أي شيء بيملكه لأي حدا. هون نحن ما عندنا شيء اسمه أساسا ميراث، ما لأنه الميراث له علاقة بحدا مات. أنا ما عندي حدا مات، أنا عايشة وبدي أعطي أموالي لفلان مين ما كان يكون. هذا الفرق بين الهبة والوصية. الهبة عم أتصرف وأنا على قيد الحياة بأملاكي بحريتي المطلقة، وهذا ملكي، أنا فيني أعطي هبة لأي شخص سواء كان بالمستقبل هو وريثي ولا ما أنا وريثي، على حياة عيني بدي أوهبه مالي، بدي أوهبه بيتي، بدي أوهبه سيارتي، اللي بدي إياه. هي جائزة بكل الحالات. الوصية شو الفرق بين الهبة والوصية؟ الوصية على وارث، أنا بوصي أثناء حياتي
ولكن هذا الشخص اللي وصيت له ما بيحق له يتصرف لبعد وفاتي، ولذلك الوصية إلى شروط. انه انت بحق لك توصي. هلا على سؤالك سلمى، انه شو معنات لا وصيه لوارث؟ هي لا وصيه لوارث بشكل مطلق، وصيه لوارث تحتاج الى اجازه بقيه الورثه، يعني موافقه بقيه الورثه. هي فكره لا وصيه لوارث، انه انا بقدر اعطيه وصيه. الوصيه ليش انا فرقت عن الهبه؟ الهبه وانا على حياتي بعطيه بيتي وهو هلا بيقدر يتصرف فيه وانا لساتني على قيد الحياه، انا وهبته اياه، بس الوصيه انا وصيت كتبت، بس انا ما بتقدر انت تتصرف بهي الوصيه لحتى انا اتوفى. طيب انا توفيت مثلا، صار اسمه ميراث، الميراث ما عاد من حقك لحالك لانه صار في لك شركاء معه، فانت تصرفت ما بتقدر بقى تتصرف، ما عندك حريه مطلقه، ما انك ملك. نحن عندنا مبدا الملكيه مصان في القانون السوري، لما بيكون انت المالك الوحيد للشيء، لما بيكون صرنا بموضوع ورثه، صار في متوفى وفي ورثه، معناتها انت لك شركاء بهذا الميراث. والشريعه الاسلاميه لما قالت لا وصيه لوارث الا باجازه الورثه، كانت عم تحمي المجتمع من كثير مشاكل، لانه لما شخص بيكون وريث هو بالاصل له نصاب شرعي، يعني له حق بهذا الملك، بيجي انا بعطيه فوق حقه زيادة وبكتب له إياها وصية لبعد ما يتوفى، لبعد ما أنا أتوفى مثلا. فطب أنا هيك يعني زرعت الضغينة بينه وبين بقية الورثة، ما هذا حق شرعي. تماما. عرفتي هون بيصير في عنا مشاكل تختلف، لذلك معنى لا وصية لوارث دون إجازة الورثة. مع إجازة الورثة طبعا لو أجاز الورثة كله هذا بحدود الثلث، أكثر من هيك كمان ما بيصير. في ناس إلى حق، في ناس أصحاب فروض، يعني رب العالمين فرض له، ونحن تقيدنا بالشريعة الإسلامية مثلا، نحن نحكي عن الشريعة الإسلامية، تقيدنا بالأنصبة الشرعية، فأنت ما بصير تحرمي الأشخاص اللي لهم فروض شرعية من نصيبهم بالميراث. تمام. هلا كلياتنا كمان بنعرف إنه للزوجة حصة معينة من الورثة، بتختلف يمكن حسب النصيب وحسب مقدار الورثة بشكل عام، لكن إذا بدنا نحكي إنه بعض النساء ممكن، وهي من الأسئلة سلمى يلي وصلتنا، إنه نحن بنقدر الزوجة بتقدر تاخذ مهرها وبتعتبره جزء آخر من الورثة أو لا بعد الوفاة؟ المهر إذا بدك قبل ما يتوفى الرجل، وهي وحتى بدون انفصال وبدون مشاكل، أنا عم بحكي عن بالذات عن مقدم المهر، الزوجة يحق لها وهي في بيت الزوجية وهي على عصمة زوجها أن تطلب مقدم المهر، وهذا يعتبر دين ممتاز، يعني هو هذا حق ثابت للزوجة في ذمة الرجل، فهي بتحصل على المهر. هي إذا ما توفى، فإذا توفى فهي بالعكس هذا حق ثابت قبل ما يبلشوا توزيع الميراث إطلاقا، قبل حتى حصل تأخذ المهر مقدم. هذا دين، هذا دين. نحن بيقول لك القانون انت قبل ما تنفذي الوصيه بتطلعي شوف اول شيء في نفقات الجنازه وما الجنازه وما الى هنالك، بعدين بتطلعي شوف في عنده ديون هذا الشخص، فالمهر هو دين درجه ممتازه، يعني دين درجه اولى خلينا نقول، فالزوجه راسا بيعطوها مقدم المهر او مهره، فبعدين تدخلي بقى على الميراث، الميراث تاخذ نصيبها الشرعي ما له علاقه. تمام. يعني بعدين هي مثلا نفترض بيطلع لها، يعني الزوجه اما ثلث او سدس حسب اذا في اولاد ولا ما في اولاد، بعدين تاخذ نصيبها الشرعي. تمام. غير المهر ما له علاقه ابدا، ولا بينحسم من قيمه حصتها الارثيه فيما بعد ابدا. ديناتها تاخذ، لا هي دين ما دخلها، بعدين هي بتاخذ بقى نصيبها مثل ما بيطلع لها بوثيقه حصر. اكيد. كمان خلينا نحكي على نقطه اللي هي في حال وجود اصول او فروع، كيف يتم توزيع الميراث وشو يعني اصول وفروع، شو هي الحصص اللي لهم؟ هلا سلمى هذا الموضوع يحتاج الى مجلدات، يعني هو اذا بدك تحكي عن كل تفاصيل الميراث رح لخص باختصار. الاصول، اصولك يعني اصول الشخص ابوه جده، مهما على الجد، جد ابو الجد وهكذا، هي اصل اصلك. الفروع هي الابن وابن الاب والاحفاد وابن ابن الابن وما نزل، فهي الاصول والفروع. هلا كيف بتنحسب القصه؟ نحن في عنا من الاصول اشخاص، او خليني اقول لك الميراث هو اما فرض، بيكون الشخص له فرض بالميراث، واما تعصيب، بس هدول المصطلحين، فرض وتعصيب. شو يعني فرض؟ يعني انا لنفترض انا ام للشخص المتوفى مثلا، ام الشخص المتوفى لها فرض، يعني الام لها مثلا السدس، فخلص ما عاد في يعني الى السدس، بيمسكوا السدس بيعطوه للام. الاب له السدس مثلا، فالاب ياخذ، هدول اصحاب فروض محدد شرعا وبرجع بقول وقانونا قد ايه حصتها من هالميراث، بنسبه سدس، ربع، نص، هذا فرض. اما التعصيب، معنى كلمه التعصيب لما بنحكي عن موضوع الارث، فهو كل شيء بيزيد عن كل شيء بيزيد بياخذه الشخص اللي هو صاحب التعصيب. مثلا انا عندي مثلا اب وام ولنفترض اشخاص اصحاب فروض، كل صاحب فرض اخذ حصته، هذا له سدس وهذا له ربع وهذا له نص، اعطيناهم، شو زاد من الميراث؟
بياخذوه اصحاب العصبه اللي هن الابناء مثلا اللي هن الفروع، الفروع اصحاب عصبه، يعني الابن كل شيء بيزيد من الميراث بعد توزيع المال على الفروض على اصحاب الفروض بياخذوا الشخص العصبي الفروع، الفروع اللي هو مثلا الابن. هذا الفرق بين الـ 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 الاصل والفرع. تمام. اذا بدنا نحكي كمان عن موانع الميراث شو هي؟ هلا في ثلاث موانع اساسيه للميراث. المانع الاول هو القتل. في عندنا قاعده فقهيه بتقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. شخص بيعرف انه هو راح يطلع له ورثه كبيره من فلان فراح قتله وقال لك انا باخذ الميراث، اكتشفت جريمه القتل وانه هو القاتل فيحرم قطعيا من اي حصه ارثيه. برجع بقول للقاعده نفسها انه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. المانع الثاني هو لما بيكون في اختلاف بالديانات بين الزوجين فما بيصير في بيناتهم توارث. المانع الثالث هو من موانع الميراث انه لما بيكون في عندنا مثلا يعني احيانا الشخص نفسه بحاله معينه بيطلع له ارث وبحاله ثانيه ما بيطلع له. مثلا نفترض وجود البنت الاخت الشقيقه مع 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 البنت، فهي بتصير هي والبنت عصبه فهون بيطلع لها ميراث. لما بيكون في صبي وبنت لعند الشخص المتوفى وفي اخت شقيقه بتطلع الاخت الشقيقه خارج الميراث بسبب وجود الفرع الوارث الذكري. طيب يعني فعلا في مثل ما قلتي بدنا وقت كتير طويل لحتى يمكن نحكي ونتفصل بهذا الموضوع. اليوم هيك أخذنا بس نقاط رئيسية لكل يلي عم بيتابعنا، واللي ما قدر يحضرنا بيقدر يشوف على اليوتيوب. بدنا نشكر حضرتك وعلى وجودك معنا وكل المعلومات الدائمة عم تقدمي لنا إياها. شكرا لك. كل الشكر لك أستاذة لنا. شكرا. الله يعطيكم العافية.